كنملو في لي بيرسبكتيف افنير. لكان انا مسؤول امين عام، شاهد خاوتي ان الامانه اللي ما تخدمش ما نخدمش معها. امانه اللي تروح اما هي اللي تروح، وما طاح ما في دقيقه، باسكو ما نقدرش نخدم وحدي انا، وما نقدرش نرفد المشاكل تاع العمال وحدي، واللي بغي يجي معايا يعرف باللي راه يخسر اكثر من يربح. واللي حب يدير الزنازه بتسميه الاتحاد العام انا نقول له والله ما نقول معك. واللي ما حبش يخدم معايا انا ما عنديش مشكل. دوك الخدمه واش هي؟ لازم نسترجع الشرعيه للهياكل القاعديه اللي ها مريضه اليوم. 130 ولايه مريضه، 17 اتحاديه مريضه، علينا ان نخدموا باش نصحوا الامور. صحوا الامور، الشرعيه لازم تكون لي على كل مستويات ماهوش على مستوى واحد، ولازم نعمل على اساس ان يكون النقاشات مع بعض والتنافس الفكري مع بعض باش نقويو بعضنا بعض. ما نقدروش نغامروا اليوم، ما نقدروش نغامروا. ونعطي مثال بسيط وصغير، قالوا العام اللي فات شحال واحد في القاعة هذه ناقش هذا القانون؟ شحال واحد من في القاعة هذه قرا القانون وناقشه ولا قرا المشروع القانون؟ كان ما نقدرش نواجه ولا نروح نتكلم مع الحكومة والقاعدة ما قراتش القانون وما ناقشتش القانون وما دارتش الاقتراحات تاعها. هذا من المستحيلات، ما دارتهمش نقابات المسؤولين الاولين ما داروهاش. هذو بعض الكلمات اللي حبيت نقولهم، ونقولوا اللي حبينا نقويوا المنظمه لازم نغيروا اسلوبنا، الى حبيتوا نقويوا الصفوف تاعنا لازم نغيروا الاساليب تاعنا. تقويه الاتحاد وتعبئه العمال داخل الاتحاد هي اللي تقدر تدافع عن السيادة الوطنية كما دافع عليها عبد الحق بن حمودة من سنوات لبعض. ما يكونش تعبئة العمال، ما تكونش تنظيم العمال، ما نقدروش نتكلموا على أي شيء. ولهذا إلى حبيتوا نوقفوا وندافعوا عن السيادة الوطنية وندافعوا عن الوطن، باسكو ماهوش قضية تعصيب، لازم توصل نخلق تعبئة عمال داخل المنظمة النقابية. إذا بغيتوها تحية الجزائر، هذا هو البيت القصير. وتحية الجزائر، وتحية الجزائر، وتحية الجزائر.